السلام عليكم ورحمه الله. غادي نديروا هذا الفيديو اخي غنمشي باش نتباهوا ولا باش نوريو الشعب الجزائري باللي كيتخدم هنايا في الغربه جورنيه تاع خدمه شحال تجيب لك من كيلو لحم طرابور شحال تخدم في الجزائر وشحال تشري من كيلو لحم. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. انا شريت هنا بوغ اون جورني تاع خدمه 100 اورو اللي هي جورنيه تاع خدمه هنا. شوف هذا الجيون دارشي جبنا واحد 3 كيلو في الماشي مرقاز 2 كيلو مرقاز هادي هذا ستيك ستيك جبنا 3 كيلو تاع ستيك سكالوب دو بولي هاولا جبنا واحد ماشي سكالوب بلون دو بولي جبنا واحد 5 كيلو. عندنا الصغار هنا يكونسومو بزاف دجاج حنا جزائريين يكونسومو بزاف دجاج. كبدة تاع 100 كيلو لي زابا و الشحم باش نديرو مرفوف هادي توسا قامت لي ب 107 اورو اكزاكتومون 107 اورو اللي هي جورنية تاع خدمة هنا في هذيك الجزائر الجديدة جورنية تاع خدمة مسكين نتاع واحد نقولو يدير كاين لي يخلص مليح نقولو يخلص ديك 6000 في الشهر 2000 دينار نجيبلك هادي 2000 دينار كيلو تاع ستيك دروك مسكين جزائري ربي معاه وصاي ربي معاه في كل شيء ما بلا ما نهضرو بلي الماكلة هنا في أوروبا ما تديلكش من الصالير تاعك قد ما نقولوا يا ربي شحال 10% تاكل بها تاكل بها شهر كومبلي باغ اكزومبل الا تخلص 2000 اورو 200 اورو عندك 100 اورو 100 اورو تاع اللحم وعندك 100 اورو تاع الخضره نقولوا كاع 250 اورو بها برا في ايطاليا نقولوا 10% باغ كونتر لاجيري مسكين تدي لك واحد 50% اللي يخلص 5 ملايين يلقى روحه يصرف هذيك 3 ملايين غير تاع الماكله ولا 2 ملايين ولا ربي يقدرك الشعب الجزائري و واهجر خويا تلقى اوكازيون هجر. السلام عليكم.